أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صدق الله العلي العظيم. حديث شريف بسند شريف، هذا الحديث الشريف يروى عن السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر، وعن أختيها زينب وأم كلثوم. قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، قالت: حدثتني فاطمة بنت محمد بن علي الباقر، قالت: حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، قالت: حدثتني فاطمة وسكينة ابنة الحسين بن علي عن أم كلثوم بنت علي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لما أسري بي إلى السماء، طبعا تعلمون قضية الإسراء تكررت مرات عديدة في حياة النبي، بل مرات كثيرة ليست عديدة فقط، في إحدى المرات أو لعله في تلك المرة المفصلة جدا. لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة، فإذا أنا بقصر من درة بيضاء مجوفة. هذا الوصف الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف، انتبهوا إلى الوصف كم هو جميل. قصر، كل القصر من درة بيضاء مجوفة داخلها فراغ،
وعليها باب مكلل بالدر والياقوت، وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي، الباب طبعا باب ضخم، باب قاصر في الجنة يحتاج الإنسان يرفع رأسه، فرفعت رأسي فإذا القاصر هو من درة بيضاء، الباب مكلل بالدر والياقوت، على الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب ثلاث عبارات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. اللهم صل على محمد. وإذا مكتوب على الستر: بخن بخن، من مثل شيعة علي؟ فدخلته، فإذا أنا بقصر، هو القاصر كان من درة بيضاء، داخل هذا القاصر يوجد قاصر آخر، فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوف، وعليه باب من فضة مكلل، يعني هذا الباب مكلل، مكلل بالزبرجد الأخضر، القاصر هو من عقيق أحمر، الباب من فضة ومكلل بالزبرجد الأخضر، وإذا على الباب ستر، فرفعت رأسي، وإذا مكتوب على الباب: محمد رسول الله، علي وصي المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإذا على الستر مكتوب: بشر شيعة علي بطيب المولد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. على الباب العبارات مرتبطة بالنبي والوصي، على الستر العبارات مرتبطة بشيعة علي. فدخلته، هذا القصر الثاني، فإذا أنا بقصر من زمرد أخضر مجوف، النبي صلى الله عليه وآله يقول: لم أرى أحسن منه. العبارة لها دلالة، النبي رأى الجنة ورأى ما في الجنة، تفاصيل الجنة. هذا القصر الثالث: لم أرى أحسن منه، وعليه باب من ياقوتة حمراء مكللة باللؤلؤ، وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي لعله، أقول لعله، يوجد هنا سقط في الحديث الشريف، لعله، لأن المذكور هنا عبارة على الستر فقط، إما واقعا ما كانت هناك عبارة على الباب، أو كانت النبي صلى الله عليه وآله لعله نقل في النسخ، سقط هذا المقطع لعله، لأن هذا المقطع عبارة على الستر فقط. وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر: شيعة علي هم الفائزون. فقلت: حبيبي جبرائيل، لمن هذا؟ هذا القاصر العجيب بهذه الأوصاف، لمن؟ فقال: يا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لابن عمك ووصيك علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. يحشر الناس، جبرائيل يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: يحشر الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة إلا شيعة علي، ويدعى الناس بأسماء أمهاتهم ما خلا شيعة علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإنهم شيعة علي يدعون بأسماء آبائهم. اللهم صل على محمد. ليش يعني؟
فقد شيعة علي يدعون بأسماء آبائهم، لماذا؟ فقلت: حبيبي جبرائيل، وكيف ذاك؟ قال: لأنهم أحبوا عليا فطاب مولدهم. طبعا هذا المعنى الأخير في المقطع الأخير من الحديث الشريف ورد متواترا في مصادر الشيعة وفي مصادر العامة أيضا، أن هذا من خصوصيات شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، أنهم يدعون بأسماء آبائهم. وذكرت لكم لعله قبل بعض الأسابيع بعض مصادر العامة التي ذكرت هذا الشيء، بعض المصادر الهامة من مصادر العامة. هذا الحديث الشريف من الأحاديث الشريفة العديدة، أحاديث سلسلة الفواطم، السند فاطمة عن فاطمة عن فاطمة، إلى أن ينتهي السند إلى سيدة الفاطميات وسيدة الفواطم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا الحديث الشريف ضمن العشرات بل المئات من الأحاديث الشريفة في مصادر جميع المسلمين التي تمدح مدحا استثنائيا لشيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، بالمئات أحاديث في شتى مصادر المسلمين، مصادر الشيعة، مصادر العامة، الأحاديث متواترة، فيها الأحاديث الصحيحة الكثيرة، صحيحة على مبنى جميع المسلمين. أحاديث هذه القضية قضية من الأمور التي لا يمكن أن ينكرها مسلم من المسلمين، أن شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه مميزون، لهم ميزات في يوم القيامة كبيرة جدا. في الأسبوع الماضي ذكرت نقطة جدا مهمة، وهي أنه شرط صدق عنوان شيعة علي، شرط أساسي في أصل انطباق هذا العنوان، بدون هذا الشرط أصلا العنوان لا ينطبق على الشخص. هو ادعى أنه من شيعة علي، ما ادعى أنه من شيعة علي، هو ليس من شيعة علي. شيعة يعني أتباع، يعني أتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أتباع أمير المؤمنين على الأقل الشرط الأساسي في اتباعهم لأمير المؤمنين يلزم أن يتبعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أسس العقائد. بدون اتباع أمير المؤمنين في أسس العقائد هذا الشخص ليس شيئا. هذا الشرط شرط في صدق هذا العنوان، بدون هذا الشرط العنوان لا يصدق أصلا. وهناك شرط في كمال هذا العنوان، في كمال صدق هذا العنوان، وهناك شرط في درجات صدق هذا العنوان. ليس حديثنا عن المرحلة الثالثة، شروط درجات التشيع، ليس حديثنا في شرط كمال هذا العنوان، إنما حديثنا في شرط صدق هذا العنوان، وهو اتباع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أسس العقائد. كنت أريد في هذا اليوم أن أذكر بعض المقارنة بين كلمات المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيما يرتبط بأهم أسس العقائد، وهو التوحيد، أساس الدين التوحيد، مقارنة بين بعض كلمات المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معنى التوحيد، وبعض ما قاله آخرون. ولكن لأسباب، منها أن بعض المخالفين عندهم حساسية مفرطة تجاه أسماء فلان وفلان، تحصل عندهم حساسية
إذا أراد الإنسان أن ينتقد فلانا من أئمته حكة، حساسية حكة، ليست حكة في الجسم، حكة في الروح، ولعله أيضا حكة في الجسم، عندهم مشكلة. من جهة ثانية كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كلمات نورانية، هي معرفة كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كافية في إذعان الإنسان بأن هذا الوصف، هذا التفسير للتوحيد تفسير استثنائي، تفسير لا نظير له، لا أحد يتمكن أن يأتي بمثله. فقررت أن أقرأ لكم بعض الكلمات فيما يرتبط بالتوحيد من المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقط. كلامي هذا اليوم أحاديث شريفة، أفضل من أي شيء آخر، أفضل من كلامي الشخصي. أقرأ لكم بعض الأحاديث الشريفة عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في تحديد، في تفسير، في وصف التوحيد. يذهل الإنسان، حقا يذهل، وكم التمعن والتدقيق في هذه الكلمات رائع وجميل ومريح. الحديث الشريف الأول عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام استنهض الناس في حرب معاوية في المرة الثانية. أكثر من مرة الإمام استنهض الناس. فلما حشد الناس كلاهما ظاهرا صحيح، فلما حشد الناس قام خطيبا فقال، ماذا قال؟ حمد الله عز وجل. في بداية كلامه الإمام قال: الحمد لله، الله من هو الذي أحمده أنا؟ ذكر أوصاف، ذكر معنى هذا الإله الذي نعتقد به، من هو، ما هي صفاته؟ لا، الإمام قبل الصفات يذكر أصل معنى التوحيد. قام خطيبا فقال: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد. أنا اليوم لا أريد أن أفسر كثيرا هذه الكلمات، هدفي شيء آخر من نقل هذه الكلمات الشريفة. هذه الكلمات بحاجة إلى تفسير، بحاجة إلى تمعن، بحاجة إلى تدقيق، حتى يعرف الإنسان ماذا يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أنا بسرعة أمر عليها. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد، الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. لا من شيء كان هو ولا من شيء خلق ما كان. الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لا من شيء. طبعا هذه العبارات من الممكن أن تقرأ بأشكال عديدة أيضا، أنا أقرأ لكم شكلا واحدا. ولا من شيء خلق ما كان. تعلمون إحدى المعاجز التي كل البشر يذعن بأنه لا يتمكن أن يصنعه، كل البشر يعلمون بأن الشيء الفلاني لا يتمكن أن يصنعه، مهما كان الإنسان مغرورا، مهما كان الإنسان متكبرا متجبرا، يعلم أن هذا الشيء لا يتمكن أن يفعله، وهذا الشيء فعله الله سبحانه وتعالى، وهو خلق المادة. البشر ماذا يصنع؟ يركب هذه المادة بتلك المادة، يخرج مادة جديدة مثلا. أما من العدم يتمكن أن يصنع شيئا؟ من العدم المحض لا يتمكن، أصلا البشر لا يتمكن أن يتصور العدم المحض، فكيف بأنه يخلق من العدم المحض شيئا؟ الله سبحانه وتعالى خلق من العدم الأشياء. هذا الشيء الذي يذعن به أي إنسان أنه هو لا يتمكن. جئني بشخص لو قال البشر أنه سيتمكن أن يخلق بشرا، يخلق بشرا من مادة، من مادة موجودة، لو تمكن، لو كان الإنسان بهذه الدرجة من العنجهية والتكبر
يقول أنا أتمكن أن أخلق بشرا، فرضا أنت تمكنت أن تخلق بشرا بعقل كذا، تتمكن أن تخلق من العدم؟ لا، الله خلق الأشياء من العدم. الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام حد الأشياء كلها عند خلقه، عند خلقه للأشياء حدها، جعل لها حدودا، كل شيء له حدود، إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها. الله لا حدود له، كل المخلوقات لها حدود، حدود كبيرة، حدود وسيعة، ولكن بالنتيجة لها حدود أم لا؟ لها حدود. هذا المنبر هنا موجود، هنا غير موجود، هذا المنبر بفاصل، حدود المنبر هذا، حدودي أنا، هذه الحدود، حدود جسمي أنا، هنا موجود، هنا لست موجودا. الأشياء لها حدود، الله عز وجل ليس له حدود. حد الله عز وجل حد الأشياء كلها عند خلقه، عند خلقه للأشياء، يعني إبانة لها، تمييزا لها من شبهه وإبانة له من شبهها. هذه الكلمات كل كلمة تعطي معنى ترد مذهبا باطلا من المذاهب فيما يرتبط بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ترد دينا باطلا. كلمات بدقة. لم يحلل فيها ثلاثة أشياء اجمعوها معا تعرفون التوحيد معا، لا هذا وحده. البعض يأخذ أشياء انتقائية، يأخذ هذه الكلمة ويترك بقية الكلمات، لا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هنا ذكر ثلاثة أشياء معا، ذكرها حتى نعرف ما هو التوحيد. لم يحلل الله عز وجل، لم يحلل فيها، الله عز وجل ما حل في الأشياء إلى الآن بعض المسلمين يقولون بالحلول إلى الآن. لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخل منها فيقال له أين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أكرر، لم يحلل فيها، هو ليس حالا في الأشياء، فيقال هو فيها كائن. إذا كان حلول معنى أنه الله عز وجل موجود كما يقول، والعياذ بالله البعض، هذا كفر طبعا، يقول حل في الأشياء، يعني موجود هنا، موجود هنا، داخل هذه الأشياء، فإذا الله حل في الأشياء، استوعبه مخلوق. إذا حل في الأشياء والعياذ بالله تعالى، هذا استوعبه مخلوق. لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها، ما ابتعد عنها، فيقال هو منها بائن، الأشياء ليست بائنة من الله، ولم يخلو منها فيقال له أين. إذن أين الله؟ الله ليس له أين. يعني ماذا؟ هو الإمام يفسر، لكنه سبحانه هو محيط بكل شيء، ثلاثة أشياء: إحاطة علم، قدرة صنع، حفظ. لكنه سبحانه أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه، وأحصاها حفظه. هو ليس مثل ما يتصور البعض داخل الأشياء محيط، لا، إحاطة علمية بأصغر الذرات التي لا يتمكن البشر، لا أقول أن يصل إليها، لا يتمكن البشر أن يفكر فيها، أن يتخيلها، في تلك الأجزاء إحاطة علمية، أحاط بها علمه. ليس فقط إحاطة علمية، أنا الآن أرى نملة تمشي، أنا محيط بمشية هذه النملة، لا، هو خلقها، أحاط بها علمه، وأتقنها صنعه، وأحصاها حفظه.
الآن يقول عليه الصلاة والسلام ابتدع ما خلق بلا مثال سبق. هذه معجزة ثانية يقر بها جميع البشر أيضا أنهم عاجزون. البشر يأخذ مادة عنده صور موجودة، يأخذ خشبا مثلا يجعل هذا الخشب بصورة دائرية مثلا، هو عنده مادة الخشب، الله خلق الخشب، عنده صورة في ذهنه من الأشياء التي رآها دائرة مثلا، أقول مربع مكعب مثلا، فيجعل هذه المادة بهذه الصورة، صحيح؟ الله عز وجل خلق المادة كما أشار إليها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وخلق الصورة أيضا، من العدم خلق دائرة، خلق المادة وخلق الصورة. ابتدع ما خلق بلا مثال سبق، ولا تعب ولا نصب، وكل صانع شيء فمن شيء صنع، كل صانع يصنع الأشياء من شيء، من مادة، والله لا من شيء صنع ما خلق، وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم. أحاط بالأشياء علما قبل كونها، قبل أن تكون كان محيطا، علمه محيط بالأشياء قبل أن تكون الأشياء، قبل أن يخلقها أحاط بالأشياء علما قبل كونها، فلم يزدد بكونها علما، إنما خلقها ازداد علما، لا، علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها. طبعا الخطب مفصلة، أقرأ لكم أحاديث 4 أو 5. هذا الحديث ورد من جملة المصادر في الكافي الشريف. الكليني رضوان الله تعالى عليه بصورة عامة، في الكافي الشريف توجد آلاف من الأحاديث الشريفة، الكليني بصورة عامة لا يعلق، الكليني يذكر الأحاديث الشريفة، الكليني جامع للأحاديث، مبوب للأحاديث، طبعا هو عالم كبير جدا حسب تبوي به، عنده أحاديث كثيرة جمع منها هذه المجموعة، هذه الآلاف من الأحاديث الشريفة بصورة عامة. الذين رأوا الكافي، قرأوا الكافي يعلمون، الكليني عموما لا يعلق، عندما يصل إلى هذا الحديث الشريف لا يتمكن أن لا يعلق، يعلق ونعم ما علق. هذا كلام ليس كلام إمام، ولكن أريد أن أقرأ النص، نص كلام الكليني. قال الكليني بعد ما ذكر هذه الخطبة بتفصيلها طبعا، قال وهذه الخطبة من مشهورات خطبه عليه الصلاة والسلام، حتى لقد ابتذلها العامة، حتى العامة اشتهرت هذه الخطبة عندهم، وهي كافية لمن طلب على التوحيد حقا. قال الكليني عالم يقول هذا الكلام، وقد رأى من الروايات الشريفة، وقد جمع من الروايات الشريفة في الكافي الكثير، الروايات الشريفة المرتبطة بالتوحيد، ولكن يقول هذه الكلمة، وهي كافية لمن طلب على التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها. لو فهم شخص هذه الخطبة فهما معمقا علم التوحيد، فلو اجتمع، وهو صادق فيما يقول، احلف بالله عز وجل على هذا الكلام صحيح، فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس، ليس فيها لسان النبي، استثنوا الأنبياء، اجمعوا كل الجن والإنس بمعلوماتهم ببيانهم القوي، يريدون أن يصفوا التوحيد مثل هذا الوصف يتمكنون، فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي على أن يبين التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي، ما قدروا عليه. ولولا كلامي هنا هذا الذي أريد أن نفهمه، ولولا إبانته عليه الصلاة والسلام، تمييز الإمام عليه الصلاة والسلام التوحيد، بيانه للتوحيد، ولولا إبانته عليه الصلاة والسلام ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد. حديث شريف آخر، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على المنبر في الكوفة يخطب، قام إليه رجل يقال له ذعلب،
شخصية مرموقة، خطيب مفوه بليغ ورجل شجاع. فقال: يا أمير المؤمنين، هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ويلك يا ذعلب، ما كنت أعبد ربا لم أره. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف رأيته؟ هو تصور أن الإمام كأنه يريد أن يصف شكلا. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك يا ذعلب، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذه الرؤية، هكذا رأيت ربي، ما رأيت بالعين، الله لا يرى بالعين. في الأشياء، الآن يقول عليه الصلاة والسلام: في الأشياء كلها، هو الله عز وجل، في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن منها. لا هو متمازج مع الأشياء، لا هو بائن عن الأشياء. كما قلنا، علمه إحاطة علمية بكل الذرات، أصغر من الذرات، فلا هو متمازج معها. يوجد اليوم القائلون بوحدة الموجود أم لا؟ بعض القائلين بوحدة الموجود قالوا بالتمازج، العياذ بالله تعالى. طبعا البعض تطور أكثر، العياذ بالله، قال بالوحدة الحقيقية، كل شيء هو هو، العياذ بالله. ظاهر لا بتأويل المباشرة، الله ظاهر ولكن أن تباشره لا. متجل، هو متجلي، شيء واضح، لا باستهلال رؤية. الشمس متجلي أنت تراها، الله متجلي في كل شيء، متجلي لا باستهلال رؤية. نائن، بعيد جدا الله عز وجل، لا بمسافة. قريب، لا بمدانات قرب، هو بعيد، تتمكن أن تصل إلى الله، ولكن بعده ليس بعد مسافة، ليس أنه بيني وبينه مسافة مثلا، لا. نائن، لا بمسافة. قريب، لا بمدانات. لطيف، لا بتجسيم، عفوا، لا بتجسم. حديث شريف آخر عن سلمان سلام الله عليه، هذا الحديث الثالث، الحديث الثاني أيضا في الكافي الشريف، الحديث الثالث في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. حديث طويل، حديث سلمان، جاء ثليق من كبار النصارى مع 100 من النصارى إلى المدينة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. أخذوا إلى أبي بكر، كانت عنده أسئلة، سألها من أبي بكر، أبو بكر ما تمكن أن يجيب. أخذوه إلى المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، سأل أسئلته من المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فأجاب. من جملة الأسئلة التي سألها هذا العملاق العظيم، وكلمة العملاق وكل الكلمات صغيرة أمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يبين الأشياء الدقيقة لمستويات مختلفة. من جملة أسئلته، أسئلة الجاثليق هذا من كبار النصارى من المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال: طبعا تعلمون النصارى كلهم يقولون بالتجسيم، بعض المسلمين أيضا يقولون بالتجسيم والعياذ بالله تعالى. قال له الجاثليق، قال للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى. وجه الله مذكور حتى في القرآن، في قرآننا، قرآن المسلمين، الله له وجه، وجهه أين؟ يريد أن يثبت التجسيم لأمير المؤمنين، لا يعلم أنه أمام من يقول الله سبحانه وتعالى عنه: وكل شيء أحصيناه، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. أخبرني عن وجه الرب تبارك وتعالى. فدعا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بنار وحطب فأضرمه، فلما اشتعلت النار قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال للجاثليق: أين وجه هذه النار؟ نار مشتعلة، ورأيتم نار، أين وجه النار؟ هنا؟ لا، هناك، لا، هناك. قال النصراني: هي وجه من جميع حدودها، من أي طرف تنظر وجه النار هنا هنا هنا.
الإمام قال له هذه النار هذا شيء مخلوق صغير الآن أنا صنعته، لا تتمكن أن تحدد له وجها، تريد أن تحدد وجه الله؟ لاحظوا المثال البسيط جدا لهذه القضية الدقيقة جدا حتى يفهمه هذا النصراني. قال النصراني هي وجه من جميع حدودها. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذه النار مدبرة مصنوعة يعني مخلوقة لا يعرف وجهها، وخالقها لا يشبهها. لا تقول الخالق يشبه النار، لا، وخالقها لا يشبهها. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله لا يخفى على ربنا خافية. هكذا إحاطة، هذا وجه الله لا يخفى على ربنا خافية، إحاطة. حديث شريف آخر، هناك حديث شريف آخر حديث أقرأه، كنت ناويا أقرأ حديث أخرى أيضا جدا عظيم العبارات. هذا الحديث الرابع وأختم بهذا الحديث الشريف في نهج البلاغة. سئل عليه الصلاة والسلام عن التوحيد والعدل. الإنسان مكروه يحلف بالله عز وجل، ولكن في القضايا المهمة لا، ليس مكروها. أهل البيت أيضا كانوا يحلفون والله ثم والله ثم والله، وأنا أقرأ العبارة تصدقون ما أقول. لو اجتمع البشر كلهم يريدون أن يصفوا التوحيد والعدل هكذا واصف، لا يتمكنون. سئل عليه الصلاة والسلام عن التوحيد والعدل، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فسر التوحيد بجملة واحدة، فسر العدل بجملة واحدة. وكم التفسير عظيم رائع جميل دقيق. في نهج البلاغة في كلمات القصار من نهج البلاغة رقم 470. سئل عليه الصلاة والسلام عن التوحيد والعدل فقال التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. خلص، التوحيد ألا تتوهمه. أترك القائلين بالتجسيم، أترك كثيرا كثيرا من المسلمين الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى له صورة. بعضهم قال وجهه كذا، وصف أصلا لوجهه، ليديه، لرجليه، شعره، حتى شعر عنده شعر، العياذ بالله تعالى. أترك هؤلاء كلهم، بعضنا لا يقول به أن الله له صورة، ولكن يتخيل شيئا، هذا الذي تتخيله ليس هو الله. بعضنا يتخيل عندما يقوم للصلاة الله أكبر، يريد أن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى، يتخيل شيء ضخم كبير جدا مثل الهواء مثلا، هذا ليس هو الله، هذا له حدود مهما كانت حدوده كبيرة. بعضنا يتخيل كأنه نور، نور كبير، هذا النور ليس هو الله، هذه كلها مخلوقات خيالي. الله مخلوق؟ لا، الله خالق، أنا أخلق في خيالي صور نور شيء كبير، هذه كلها مخلوقات. توهم الله سبحانه وتعالى خلاف التوحيد. التوحيد ألا تتوهمه. موجود ولكن كيف؟ لا أعلم. له حدود؟ لا أبدا، ليست له حدود. هذا التوحيد. التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. فهم ألا تتهمه أيضا له درجات. بعضنا يقول نعم أنا لا أتهم الله سبحانه وتعالى، عمليا يتهم، هذا عمليا لا يعتقد بالعدل. العبارة تحفظ أصلا،
التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. بالله عليكم لو اجتمع البشر يتمكن أن يأتي بمثل هذه العبارة، في جمالها في دقتها. هذه العبارات كلها بحاجة إلى شرح، لست بصدد الشرح. لماذا ذكرت هذه العبارات؟ لأهداف ثلاثة ذكرتها في الأسبوع الماضي. أولا، وهذا هدف مهم في كلامي، أقصد هذا الشيء لكي نعرف بعض عظمة حكمة النبي صلى الله عليه وآله في إصراره على ولاية المولى أمير المؤمنين. لماذا الغدير؟ ولماذا غير الغدير؟ لماذا مئات المواقف أمير النبي صلى الله عليه وآله يصر إصرارا لا نظير له في حياة النبي صلى الله عليه وآله على ولاية أمير المؤمنين؟ هذا ولي، هذا خليفتي، هذا إمام من بعدي، هذا وصي. كل الكلمات التي كان من الممكن أن يستخدمها استخدمها، في المواقف التي كان يتمكن أن يتكلم تكلم، مئات المواقف، آلاف المواقف، الذي سجل لنا مئات المواقف، الذي سجل لنا، الذي بقي مما سجل. لماذا هذا الإصرار من رسول الله؟ لأن النبي يعلم، هذا هو الذي يهدي الناس. بدون هذا الشخص الناس لا يعرفون التوحيد، أصل أصول الدين لا يعرفونه. ولذا هذا الإصرار، لكي لا يخرج جاهل، وأقول للأسف منا ممن ينسب نفسه للشيعة، يقول قضية ولاية أمير المؤمنين ليست قضية مهمة، ليست قضية مهمة، هذا التهاون للنبي. شخص يصر على قضية غير مهمة. لا، النبي حكيم، كل الحكمة اجتمعت فيه، يعلم ماذا يفعل. أصر على ولاية أمير المؤمنين لأهميتها، لأن النبي يعلم أنه بدون اتباع أمير المؤمنين انحراف في التوحيد، في أول خطوة في الدين، في قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أول كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، في هذا يحصل انحراف بدون اتباع أمير المؤمنين. ولذا أصر، ولذا في يوم الغدير صنع أشياء كثيرة ما صنعها في كل حياته ولا مرة ثانية، لا من قبل الغدير لا من بعد الغدير. هكذا خطبة لا ما خطب مثلها رسول الله صلى الله عليه وآله في كل حياته ولا مرة أخرى، لا قبل الغدير ولا بعد الغدير. لماذا؟ ما الذي حدث يا رسول الله؟ رسول الله حكيم يعلم، بدون اتباع أمير المؤمنين الناس يضلون. هذه الكلمات تثبت حكمة النبي في إصراره على ولاية أمير المؤمنين أم لا؟ تبين أن الناس بالفعل بدون أمير المؤمنين يضيعون، يمشون في طريق جهنم أم لا؟ لا يعرفون التوحيد. هذا أولا. ثانيا، أنا أسمي نفسي من شيعة علي، أنا صادق أم لا؟ ذكرت بعض الكلمات الشريفة حتى شيئا فشيئا نتعلم أشياء نجهلها نحن من ننسب أنفسنا لشيعة علي. يلزم أن أتبع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في العقائد على الأقل. لماذا بعضنا ينحرفون؟ لماذا بعضنا يقول بوحدة الموجود، يقول بالحلول، يقول بهذا؟ بعض المسلمين حتى من الشيعة، من غير الشيعة ومن الشيعة أيضا، لأنهم ما تبعنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يلزم أن نكون شيعة علي بالفعل. هذا ثانيا. وثالثا، لكي نرفع شيئا في نفوسنا على الأقل شيئا من الظلم الذي وقع على أمير المؤمنين. هذا أمير المؤمنين يقارن به أحد؟ قارنوا به فلانا وفلانا وفلانا، فضلوا عليه فلانا وفلانا. هذا الإمام، هذا الذي يقول هذه الكلمات، لا أولئك كبار علماء البشر لا يتمكنون أن يصفوا هكذا واصف. حتى نعرف، نزداد معرفة بالمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. شيعة علي، عندما نقول البعض فقط في يوم
الغدير يقول لا في كل يوم، يلزم أن نقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله، الحمد لله الذي عندنا هكذا تمسك، تمسك روحي موجود، تمسك قلبي يعني عاطفي، عقلي وعاطفي موجود ولله الحمد. هذه أكبر نعمة، مرتبطون بأكبر مصدر. الحمد لله. اللهم بحق أمير المؤمنين، إلهي بحبك لأمير المؤمنين، بحب رسول الله لأمير المؤمنين، بحب أهل البيت لأمير المؤمنين، بحب أمير المؤمنين لك، إلهي بمكانة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إلهنا بشيعة أمير المؤمنين، بحق شيعة علي صلوات الله وسلامه عليه، أسألك اجعلنا من شيعة علي. إلهنا بحق شيعة علي احشرنا في القيامة مع شيعة علي. إلهنا بحق أمير المؤمنين، بشيعة أمير المؤمنين، أدخلنا الجنة تحت لواء الحمد بيد أمير المؤمنين. إلهنا بحق أمير المؤمنين لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.